عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد او وصفة جديدة. شكرا كاع الناس اللي دعموني في القناة. اليوم في هذا الفيديو غنحضروا معكم كسكسو. غندوزوا دابا المقادير. عندنا جماطيشات محكوكين، عندنا وحدة مقطعة، عندنا الزيت، عندنا نشوة ديال الحمص، عندنا ربطة ديال الكرافس والمعدنوس، عندنا بصلة مقطعة، عندنا هنايا الخرقوم عرق، وعندنا شوية ديال البزار وسكينجبير والملحة والسمن الحار، وعندنا هنا جوج مطيشات محكوكين، وهنا عندنا الخضرة ديال الكسكسو. دابا غندوزو طريقة التحضير. دابا درنا هنايا البصلة وغنديرو مطيشة، غنديرو الدجاج، غنديرو السمن والعطرية، حمص. بالنسبة للحمص كنديروه هو الأول باش جاي يطيب ليكم، باش ما يشدش الطيب غنضيفو الزيت. دابا غندو هاد العناصر يتشحروا. دابا غادي ندوزو نصايبو السميد. عندنا هنايا السميد داك المكسكس، عندنا المتوسط ماشي الغليظ، غادي نرشوه بالماء على هاد الطريقة. هتشوفوا كيكون كسكس. دابا من بعد ما رشيناه بالماء تقريبا درنا واحد جوج كيسان ديال العنبه ديال الماء، كتخلوه حتى كيشرب هذاك الماء. عافاش كديروا في الكسكس يفور ليكم. من بعد ما تحر لينا الدجاج والبصله ومطيشه، دابا غادي نرموا مطيشه محكوكه تتشحر معاه. عافاش غادي نرميو الخضره. بعد ما تشحر لينا الدجاج كنحيدوه، عافاش كنرمو الخضره اللي كتشد لينا الطياب بحال خيزو واللفت البياض. انت هادو كيشدوا ليكم الطياب. عافاش دابا غادي نرمو الدجاج هنايا الفوق يكمل في الطياب. بالنسبه لهاد القرعه كنخلوها هي الاخرى. دابا غادي نروح نديرو الماء طايب، الماء خاص يكون طايب مزيان. بعد ما شربت لينا السميده الماء تقريبا، راه عندنا واحد نص كيلو، راه كيكثر هاد السميد المكسكس. دابا غادي نرموه في الكسكاس. كيفما كتلاحظوا كنديروا واحد بلاستيك هنايا في الجناب باش ما يخرج لكم البخار، باش الخضره تطيب مزيان. صافي دابا غادي نخلوه يفور. بعد ما خلينا 20 دقيقه كيفور غادي نعاودوه بالماء بارد. على هذا الشكل كنرشوه بكاس تاع الماء وكنحلوه باليدين مزيان باش ما يبقاش مكور ليكم. بالنسبه لهاد السميد المكسكس راه كيفور غير جوج خطرات دغيا كيطيب، كياخدش معكم الوقت بزاف. على هاد الشكل هذا وكنخلوه يشرب في القصريه مزيان. عافاش كنديروه في الكسكاس. غنديروا واحد شويه تاع الملحه في الماء، عافاش غنرشوا بها على السميده. دابا غادي نزيدوا القرعه الربيع، ربطه ديال القزبر والمعدنوس، واحد شويه ديال الابزار من الفوق، وشويه ديال الملح، شويه الملح. بعد ما شرب لينا غادي نديرو جوج معالق كبار تاع الزيت، شويه ديال الابزار، شويه
راه كيجي مفروز كيف كتلاحظوا. دابا غادي نجيبو الكسكاس وغادي نرجعوه للفرن مره ثانيه. دابا غادي ندوزو نسقيو كسكسو، غنديرو واحد شويه ديال السمن وفي الاخير هذه النتيجه ديال الكسكسو، كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين. كنتمنوا تابوناو عندي في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش دائما يوصلكم الجديد. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.